استاذ فهد، يعني هل منتخب السعوديه هل هو يعني بس نادي الهلال؟ يعني هو نادي الهلال هو يمثل منتخب السعوديه؟ يعني قاعد نشوف حتى منتخب الكويت يقول لك والله بيشارك امام المنتخب السعودي لكن بدون لاعبين الهلال. لاعبين الهلال ليش ما شاركوا مع المنتخب السعودي؟ لانه ممكن انا عارف قيمه لاعبين الهلال وعارف الامكانيات اللي يمتلكونها، لكن دي السعوديه لا تقل اهميه عن نادي الهلال امانه. عندك لاعبين النصر، لاعبين الاهلي والاتفاق وكذلك، يعني في عناصر مهمه. يعني انت لما تلعب من غير لاعبين الهلال هم اكيد اضافه، لكن ما هو العذر او الشماعه الوحيده اللي خساره المنتخب ثلاثه؟ صح كلامك صحيح يا عبد الرحمن، لكن لا الان افضل اللاعبين بالسعوديه هم شلون قصدك انت افضل لاعبين الحين؟ يعني سالم هم الحين افضل لاعبين انهم جابوا بطوله عارف اسيا، لكن بالدوري السعودي انا قاعد اتكلم. لا لا هم يعني الحين يقول بالكره السعوديه انهم قياب لما منتخب يغيب عنه سلمان الفرج وعطيف وسالم الدوسي والبريك محمد البريك الشهراني والشهراني، يعني خمس اسماء هم الحين القارة كلهم معجبة فيهم، صح قارة آسيا، ما بالك يعني المنتخب. على فكرة ترى احنا مو بس لعبة الهلال، صحيح كلام، ترى في بعد الحارس الأساسي ما لعب العويس، تعرض للإصابة. العويس والله أتمنى له الشفاء صراحة. اي والله فأنا أقول لك الآن يعني الآن يعني خلاص الكرة السعودية من الآن تبدأ إيجاد مهاجم. يعني المشكلة صار لها يمكن ثلاث سنين أو أربع سنين. شفنا اليوم اليوم منتخب السعودي كان مستحوذ على الكوره. حزازي كنا اخر لاعب كان عندكم اتوقع اتوقع ناصر الشمراني بعدين بعد فتره يعني غياب غياب فتره طويله. في مشكله في مشكله الهداف يعني الكل يعلم فيها والكل يشوفها. وما تكلم الهداف تكلم اللاعبين السعوديين يقدرون يهدفون لكن كراس حربه. اي هو هي خطر يعني مثل اللي نتكلم عن سامي الجابر، نتكلم عن 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 لا في مشكله حقيقيه عن ماجد عبد الله، يعني راس حربه هذا موقعه يخرع. اليوم لو في مهاجم يعني مثل المهاجمين الاسماء اللي قلتهم انت شفت الكره الاولى يخلصها يخلصها الكره الاولى اللي جت بالغلط من فهد الانصاري وخذها السعودي اللي طلعها حق الشهري. هذه 100% جول. هذه صراحه هذه علامه استفهام على شوف الشوط الثاني السعوديه مسيطر بس ما في مسانده مهاجم واحد وتلقى مهاجم بين ست مدافعين لاعبين المنتخب كابتن لو في ما في مساند يعني من لاعبين صادق لو في مهاجم مثل يعني ماركت سامي الجابر اكيد اكيد البحطاني ماجد عبد الله لا يزعلون النصري يعني حتى الفرصه الاخيره هذه يمكن يخلصها ما يعطيها يحيى الشهري يخلصها بالمره يسحب الحارس ويسجلها. في مشكله حقيقيه الحين بالمنتخب السعودي المهاجم المنتخب عنده استحواذ وشفنا المباراه الاخيره المنتخب السعودي دائما يستحوذ حتى بكاس العالم شوف مباراه مصر كنا مستحوذين عليها مباريات كثيرة لكن مشكلتنا باللاعب الهداف. يعني لازم إيجاد حل لا مهاجم للمنتخب السعودي الآن يعني حل عاجل ليش؟ صراحة هذه مشكلة وهذه يضيع المجهود للفريق كله كامل. هذا وجود ثمان محترفين وحتى عندنا ترى مشكلة احنا وجود خمس محترفين ما راح يبرز مهاجم زين. زين لو سامي لو سامي عندهم لاعب عندهم بالاتفاق اسمه الكويكبي اي خوش لاعب هذا مو انا بتكلم عنه راس راس حربه يعني سامي الجابر له ثمانية جانب موجودين لو سامي ولا ماجد يلعب يلعب ولا ترى